السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة العلماء. جاتلي أسئلة كتير من الناس بتطلب عايزين أبليكيشن بيرسم المركبات الكيميائية بصورة سهلة وبسيطة على الموبايل من غير ما أنت تسطب أي برنامج أو أي حاجة، أو تتعلم على برنامج مثلا ممكن ياخد منك أسبوعين ثلاثة عشان تتعلم عليه على الكمبيوتر، وممكن متعرفش تنزله ومتعرفش تشغل البرنامج. هقول لك على حاجة بتشتغل على كل الموبايلات. طبعا اي واحد دلوقتي معاه موبايل سهل جدا ان هو يسطب عليه عدد لا نهائي من البرامج اللي ممكن تخدمه، ان شاء الله هقول لكم عليها بالترتيب. فالنهارده هكلمك على برنامج اسمه الكينج درو. الكينج درو ده هو عباره عن برنامج بيسمح لك برسم المركبات الكيميائيه، تمام؟ البرنامج اكتر من رائع. تعالوا كده نبدا نوريكم البرنامج من جوه. برنامج لو انت مثلا طالب في كليه ومثلا الترم الثاني، يعني دلوقتي بيبقى مطلوب منك عدد كبير من الطلبه بيبقى عندهم اللي هو بحث التخرج ده، فبيبقى مثلا طالب في علوم او في صيدلة، في تربية كيمياء، في كلية زراعة، هندسة كيميائية، عدد كبير منهم، او حتى اي حد بيعمل مثلا مذكرة او بيعمل حاجة، طالب واحد بيعمل محاضرة او حاجة، بيبقى مطلوب منه مثلا في اوقات ان هو مش عندوش مثلا الوقت انه يوصل لجهاز كمبيوتر عشان يرسم مركب بشكل كامل، ولكن عايز طريقة يرسم بيها بسرعة وتطلع برضو نتائج معقولة ونتائج كويسة جدا كمان لو انت بقيت بروفيشنال في البرنامج. البرنامج اخدتش وقت كتير للتعلم عليه. برنامج الكينج درو ده برنامج اكتر من رائع. النهاردة هوريك ازاي ترسم مركب زي اللي قدامك اللي هو البنسلين في ده، يعني الى حد ما المركب يعتبر معقد شوية، فانت لو اتعلمت ترسمه لما هنرسمه مع بعض دلوقتي هتعرف كل مميزات وكل قدرات البرنامج بالكامل. يلا بينا نبدأ. هنعزف بس الحاجات اللي قدامنا، انا قلت ارسمه لك بس تبقى عارف احنا عايزين نرسم ايه. لو بدأنا مثلا اول حاجة نتعرف على البرنامج، اهم حاجة عندي اللي هو شريط الادوات اللي تحت. حاجة تانية، البرنامج ممكن تخلي الشاشة بتاعت الموبايل بتاعك بالعرض او تخلي شاشة الموبايل فيرتيكال. انت لو ضغطت على العلامة دي هيخليه عمودي، هنضغط عليها تاني. الاريح بالنسبة لي ان انا ارسم والموبايل بالشاشة في الوضع اللي هو بالعرض الشاشة كله، تمام؟ طيب انا لو ابتديت اول حاجة عايز ارسم البنسلين في، فبيقول لي البنسلين في في حلقة رباعية وحلقة خماسية، الاثنين ملتحمين ببعض. فأنا بجيب الحلقات من فين؟ زي ما قلت لك الحلقات كلها تحت هنا. فهنا هجيب الحلقة الرباعية اهي، والحلقة الخماسية هتبقى بعدها برضو اهي. ادي كده الحلقتين، تمام؟ كويس. طيب دلوقتي عايز ابدا اضيف هيتيرو اتوم، تمام؟ اللي هي اتوم تانية غير اللي هو الكربون، الحلقات دي كلها كربون وهيدروجين. فأنا عايز ابين اللي هو ايه؟ النيتروجين والسلفر والحاجات اللي هي في المركب بتاعي ده كله. طيب اول حاجة عايز اجيبها النيتروجين. بيقول لي ان كل العناصر بتاعت الجدول الدوري موجودة على ايدي الشمال، تمام؟ في قائمة صغيرة فيها اكتر العناصر اللي انت بتستخدمها اغلب الوقت، تمام؟ القائمة لو اختفت منك اختفى كده، لو ضغطت هتطلع لك تاني عشان بس لو حد لسه منزل البرنامج ممكن يكون الحاجات دي مختفية شوية، يعني مثلا القائمة اللي تحت برضو بتبقى مختفية، لو ضغطت عليها هتطلع لك كلها. طيب هنا مثلا انا بدور على عنصر نفترض النيتروجين. طيب فرضيا النيتروجين مش موجود في القائمه دي، هتضغط على الثلاث نقط اللي في اخرها من تحت هيظهر لك الجدول الدوري بالكامل، اختار العنصر اللي انت عايزه. طيب العنصر اللي عندي عايزه اخليه في القائمه اللي هي السريعه بحيث ان انا مش كل شويه ادخل واطلع للجدول الدوري. خلاص الموضوع سهل جدا، لو انا حطيت ايدي على اي عنصر في النوم ولنقل مثلا انا هضيف الايودين المره دي، احط ايدي على الايودين واثبتها شويه اتضاف للقائمة فوق، لو رجعت هلاقي ان الايودين اتضاف في اخر القائمة، تمام؟ انا هنا مهتم اضيف النيتروجين، هيبقى في الكورنر بتاع الرنج دي، تمام؟ ده لحد كده كويس. حاجة تانية في البنسلين في عايزين نضيف سلفر، في سلفر هنا، في سلفر، خلاص احط ذرة الكبريت اهو، تمام. طيب تعالوا بقى نتعرف على البوند. البوند ممكن تبقى بوند كده، دول كده المركب فيه اتنين ميثايل، بس انا مش عايزهم بالشكل ده الصراحة، انا عايز المركب بتاعي يبقى منور كده والرسمة واخدة حقها. فأنا عايز أبين الستيريو كيمستري، عايز أبين الشكل كأنه ثلاثي الأبعاد. خلاص أسهل حاجة أبدأ أستخدم أنواع تانية من السنجل بوند. زي إيه؟ قال لي أول حاجة البوند اللي توضح إن هي إيه؟ طالعة من البلين بتاع، كأنها طالعة من شاشة الموبايل ناحيتك، تمام؟ إن هي أوت أوف ذا بلين. طيب تعالوا كده نسحبها بس لفوق شوية أهو. أنا طول ما أنا ما شلتش إيدي من على الشاشة وبحركها يمين وشمال فالبوند بتروح وبتيجي معايا، تمام؟ اهو لحد كده تمام. طيب التانية بقى اللي انا بحس ان هي في ظهر الموبايل لتحت هعملها باللي هي اللي هي الشرطات الصغيرة الداشت، فانا هاجي اعملها برضو بدي. خلاص طيب
هم معروف ان نهايه اللي هم البوند، اي بوند مش مرسوم في نهايتها اي اتوم بتبقى واضح ان هي معروفه ان هي فيها كربون. لا انا عايز ابين ان هم ميسايل، خلاص مفيش مشكله، هتحدد الكربون اهو هنا وهنا، وتيجي ايه اللي حصل، انت ضفت الكربون فضاف لك اللي هم مجموعتين الميسايل، اظهرهم وما ضافهمش. طيب بعد كده في مجموعه كربوكسيل هضيفها برضو كده عشان الاستيريو كيمستري بتاعت المركب. طيب مجموعه الكربوكسيل اضيفها ازاي؟ واحد يقول لي انا ممكن اعمل الكربوكسيل كده كده تمام، واجي عامل دي دبل، واجي ضايف اكسجين واكسجين براحتك تمام، بس انا شايف ان هي شكلها كده مش لطيف تمام. الافضل انك ترسمها كربوكسيل او تكتبها كربوكسيل. طيب انا ممكن اكتبها كربوكسيل ازاي؟ ممكن تجيبها من تكست اللي هو في الشريط اللي تحت ده، هتعلم على علامه الاي دي هتكتبها كانها تكست، لو كتبت اللي هو سي او او اتش هيكتبها لك، او ممكن تختار اختصار اسهل، البرنامج يسهل عليك. تعالى على القائمه اللي على ايدك اليمين، هم 3 او 4 زراير صغيرين، اختار منهم اهو اللي في النص ده هيجيب لك مين، اللي هو الفانكشنال جروب بتاع الاورجانيك كومباوند. انا بدور على الكربوكسيل الجروب. طيب لو انا ما لقيتش الكربوكسيل الجروب بره، هتدخل على مور هتلاقي معظم المجموعات الوظيفيه في الكيمياء العضويه موجوده هنا بالاختصارات بتاعتهم كمان، فده هيسهل عليك انك انت ترسم بيهم. خلاص انا مثلا اخترت الكربوكسيلك وجيت من بره من هنا، هختار الكربوكسيل جروب ضفتها، خلاص بقت الكربوكسيلك مرسومه معايا ماشي. طيب ناقصني ايه تاني؟ ناقصني ان انا عايز ارسم الدبل بوند اللي هي هنا. انا عايز اعمل ايه اللي هو هنا في دبل بوند. طيب ركز معايا، انا عملت الدبل بوند ازاي؟ عملتها كانها اتنين سنجل ورا بعض اهو تمام، اتنين سنجل، او ممكن اريح نفسي واختار الدبل تمام. بالمناسبه الدبل في منها اكتر من نوع، لو انت جيت وثبت ايدك هتطلع باكتر من نوع من الدبل بوند، على حسب انت عايز ترسم ايه اعملها براحتك مفيش مشكله. فانت بالنسبه، انا بالنسبه لي اول نوع ده مناسب جدا ليا، هعمل ان ده دبل بوند. طيب دبل بوند نهايتها ايه؟ نهايتها اكسجينه، هاجي حاطط الاكسجين كده تمام. فاضل بقى اللي هو الكورنر الثاني في الحلقه الرباعيه، وده برضو فيه بوند بس مش بوند كده، لا انا عايز ابين هي مش بوند عاديه، هي بوند تقيله عشان تبين الاستيريو كيمستري برضو بتاعت السنتر ده. حلو قوي، يبقى انا بالنسبه لي هنا مهتم برضو ابين الاستيريو كيمستري. طيب البوند دي متصله بايه؟ متصله بنيتروجينه. طيب النيتروجين اتوم دي طالع منها بوند ثانيه، طالع هنا طبعا النيتروجين مش هيكون لها استيريو كيمستري، يعني ما بيظهرلكش فيها قصه كبيره في الاستيريو كيمستري، ما تشغلش بالك بيها تمام. المهم ان هي رسمتها كده حاسس انها طلعت عاليه مني قوي. لو رسمت اي حاجه ومش عاجباك، سهل جدا سهل جدا انك انت ترجع، مجرد ما بتضغط على الرجوع هتترسم. طب عايز ترجع للرسمه اهو، ترجع تاني عادي، ارسم بقى البوند صح، احدد البوند تمام واسحب لتحت، انا شايف ان هي كده تمام جدا. طيب كده تمام، هعمل بوند تانية عشان اكمل السلسلة، وانزل منها دبل بوند لتحت تمام، واكمل اسف اعملها سنجل، وبعد كده الربطة الثنائية دي اخرها اكسجين تمام جدا. بعد كده في النهاية هنا في او، وبعد كده في سنجل بوند، في النهاية هنا خالص في اخرها مين اللي هو مجموعة فينايل، لان ده بنسلين في، نوع من اللي هو الانتي بيوتيك، بس البنسلين ليه اكتر من جيل، ده هو البنسلين في. طيب المركب حسيت ان هو حدف على ايدي الشمال شويه وزنق الجنب الشمال مش مرتاح، خلاص انت لو علمت على ايدك اليمين خالص تحت اللي هو الايد دي كده، لما بتبقى الايد دي متحدده لو جيت في اي حته ما بترسمش، انت بتحرك المركب ككل تمام، تروح بيه يمين او شمال زي ما انت عايز تمام. طيب كده انا حركت المركب بتاعي وجبت في نص الشاشه والدنيا تمام، خلاص هعدد تاني خلاص كده. طيب دلوقتي عندي واحد يقول لي لا عايز الون اكتر بقى، عايز الون اكتر، مثلا مجموعه الكربوكسيل دي تمام، عايز مجموعه الكربوكسيل اللي نازله تحت دي اخليها بلون احمر اوضحها، مفيش مشكله. تعالى بقى التحديد من فين؟ قال لي في نص الشاشه من فوق، في نص الشاشه بالظبط من فوق هتلاقي علامه كده مربع، معمول مربع شرطات صغيره ومحطوط عليه علامه زي ايه؟ زي الكورسر كده، ايد وفيها صباع كده طالع، انت لو جيت حددتها حدد لك المركب ككل، لا انا عايز احدد مين؟ الكربوكسيل لوحده
تمام. فاجي ساحب كده واعمل تحديد لكربوكسيل لوحدها. طيب التلوين بيكون من فين؟ زي ما قلت لك البرنامج كل حاجته على الشاشه، تمام. طيب التلوين بيكون من الدايره اللي فيها الوان كتير دي، لو حطيت ايدي وثبت ظهرت الالوان كلها. اختار اللون اللي انت عايزه، انا هختار لون احمر، فكده ظهر لي كده لو دوست في اي حته فاضيه بقت مجموعه الكربوكسيل لونها احمر واضحه. المركب بقى شكله روعه، حاجه منتهى الجمال. هاجي ساحب المركب لفوق شويه، عايز اكتب اسم المركب مفيش اي مشكله، لو انت حددت تكست من الشريط اللي تحت وجيت في اي حته فاضيه وثبت. عايز تكتب مين؟ بنسلين، بنسلين في كونفيرم. ادي الاستراكشر بتاعتي، لو انا جيت عملت التحديد هيحدد لي اخر حاجه كنت بعدل فيها، وديه زي ما انت عايز هو متحدد، تمام. انا عايز احط الاسم ده فوق، تمام تمام جدا، او ممكن اسحبه لتحت شويه، تمام. طيب ايه اللي حصل كده؟ انا كده كتبت اسم المركب. طيب واحد يقول لي لا انا عايز اشوف المركب ده في الصوره ال 3 دي بتاعته، عايز اشوف الشكل ثلاثي الابعاد واشوف البوند بقى شكلها ايه، ولو انا مهتم بالكيمياء اللي هي الاستيريو كيمستري او الكيمياء الفراغيه للمركب، عايز اعرف هو انا ليه راسم دي لفوق ودي لتحت والكلام ده كله، شكل المركب اصلا ايه. اقول له سهله جدا، البرنامج بيتيح لك انك انت تشوف ال 3 دي ستراكشر بكل سهوله. هتيجي على اعلى اليمين في الشاشه هتلاقي ثلاث نقط جنب اللي هو السهم اللي بيرجع، اضغط على الثلاث نقط هتفتح لك قائمه منسدله صغيره، هتلاقي في حاجه اسمها 3 دي. انت لما هتضغط على 3 دي هيحول لك الرسمه بتاعتك كلها لرسمه 3 دي. طيب ايه اللي انت شايفه ده؟ 3 دي ستراكشر لمركبك. انا مش عايز المركب يلف، هتضغط على الثلاث نقط اللي تحت، وقف الاوتو روتيشن، لف المركب بايدك زي ما انت عايز. طيب لفه لحد ما ايه؟ لحد ما تيجي مثلا الاتجاه او الجنب اللي انت عايز تبص فيه. انا عايز اركز في الاستيريو كيمستري بتاعت اي حته، ولنقل هنا، تمام، او عايز اجي هنا، براحتك زي ما انت عايز. طيب الهيدروجين مثلا متضايق منها، هتيجي عند الشو الاتش وتقفلها، فخلاص كده. عايز تصغر عايز تكبر براحتك جدا، عايز مثلا ترجعه مره تانيه يلف اهو، فكده المركب بيلف زي ما انت عايز، تمام. هنعمل شو الاتش تاني، كده المركب برضو مرسوم 3 دي. لو عايز تاخد منه سكرين او تعمل منه اي حاجه مفيش اي مشكله. طيب لحد كده تمام؟ لا انا مش مكتفي بكده، انا عايز البرنامج يطلع لي، انا رسمت الاستراكشر، عايز يطلع لي المولكيولر ويت، عايز يطلع لي اللي هي الفورمولا بتاعته، عايز يطلع لي اللي هي الصيغه بتاعته والوزن الجزيئي بتاع المركب. عادي جدا، انت لو حددت المركب، تمام، طبعا انا احدد الايد فبيتحرك معايا. لو حددت المركب تمام، ادي علامه التحديد، لو ضغطنا تحديد تمام. طب نضغط في اي حته فاضيه بس عشان نلغي التحديد اهو، حدد المركب ككل. اول ما حددت المركب ككل، في نص الشاشه برضو من فوق، في نص الشاشه بالظبط من فوق هتلاقي حلقه سداسيه وجواها اي، اضغط عليها فتحت لك قائمه منسدله صغيره، تمام. اي حاجه متعلم عليها صح، لو قلت ان هي صح وتمام هتتكتب تحت المركب، جايب لك الفورمولا الصيغه بتاعت المركب، وجايب لك الاكزاكت ماس، وجايب لك المولكيولر ويت. احنا دايما بنهتم بالمولكيولر ويت، تمام. عايز الاليمنتال، عايز الماس سبكتر المتوقع ليه زي ما انت عايز. قال لي في المربع الصغير اللي اتفتح لك ده هتلاقي جواه ايه؟ في اعلى يعني في المربع من فوق على اليمين خالص في اكس، ده هيقفله، تمام. ولكن يعني انا لو طلعت منه، لو رجعت له تاني هضغط على اللي جنبه بقى اللي هو حاجه زي البلانشيت كده مكتوب تي، ان هو اكتب الحاجات دي في التكست عندك. لو عملتها كده هتلاقي ان الاسامي والحاجات اللي انا ضفتها، معلش هكبر سنه، البرنامج بتاعك لك تكبر وتصغر زي ما انت عايز. ظهرت ايه بقى هنا؟ اهو كبرها لك شويه، دي ايه؟ دي الفورمولا بتاعت المركب اهي في جنب لوحدها، ماشي. الفورمولا بتاعته سي 16 اتش 18 او 5 ان 2 اس، تمام. والمولكيولر ويت بتاعته 350.4، جايب لك كل حاجه عن المركب، تمام. زي ما انت عايز تسحب الحاجه توديها في مكان، طب عايز احدد دي، تمام. عايز تسحبها مثلا دي تحت شويه وتجيب الاسم هنا، براحتك. البرنامج بيتيح لك تحكم كامل في كل حاجه. طيب لحد هنا تمام. طيب
انت لو سبت البرنامج كده وعملت بس خروج هتلاقيه هو سيفها، ماشي مفيش اي مشكله خالص ما تخافش. طيب واحد يقول لي انا بالنسبه لي كده الشكل ده عاجبني، يعني فرضيا لا انا عايز المركب لوحده خلاص، حدد دي احذفها من هنا من الجومه، الاسم عايزه ماشي مش عايز الاسم براحتك، يعني مثلا انا لا الاسم انا هكتبه براحتي خلاص شيله. تعالى بقى على الاستراكشر دي، ادي الاستراكشر كلها حددتها تمام، ثانية نحددها كلها ونيجي ساحبينها لتحت اهو، وانا لو حددت اليد وسحبت كده عايز اخليها تملى الشاشة عادي. طيب لو واحد مش عارف يسيب، عشان بعض الناس بتشتكي ان البرنامج بقى التسييب فيه او تخزين عدد كبير من الاستراكشرات بقى بفلوس، بيحتاج انك انت تعمل اشتراك في الكلاود بتاعة البرنامج. خلاص شايف الاستراكشر كده واضحة ازاي قدامك، بقت مالية الشاشة، كل اللي انت عايز تعمله هتعمل لها سكرينة، هتاخد له سكرين شوت وهتسيفها عندك خلاص، هتروح تقصقص بقى انت، ده يعني اسهل حاجة دلوقتي، اي برنامج بتاع صور هيخليك تقصقص الصورة ويجيب لك الرسمة زي ما انت عايزها. طيب هو ليه وجع القلب ده وليه ارسم المركب من الصفر؟ قال لي والله انا ممكن ادور عليه على جوجل الاقي الصورة مبكسلة. طيب الحاجة التانية ممكن انزل الصورة يكون فيها ووتر مارك، في علامة مائية جوه مزولاني برضو عاملة لي مشاكل. الحاجة التالتة ممكن تكون الصورة مش ملونة بالشكل اللي انت عملته ده، او انت عايز تعمل فوكس على حتة معينة ودي مش مهتم بيها او مش مبينها البرنامج. لا انت تقدر تلوني، مثلا لو جينا خدنا حتة هنا اهو، نحدد حتة بس انا عايز الونها باي لون يكون مميز ليها، والنقل عايز الونها مثلا بلون اخضر، ان انا بتميز المجموعة دي المركب بتاعي ده تمام، والجزء الباقي ده ثابت مثلا في اكتر من مركب عادي خالص مفيش مشكلة. التلوينة دي عايز نرجع تاني خلاص، انا لو رجعت كده تمام وطلعت بره ادي المركب اتسيف عندي. طيب واحد يقول لي انا مش عايزه بصيغه اللي هو الكي دي اكس، ماشي، لان بعض اللي هو الاجهزه لما بتفتح عليها الكي دي اكس بيفتحها لك بصوره غريبه شويه، خلاص عايز تغير يعني الامتداد بتاعها، بتيجي مثبت ايدك وبتيجي داخل هنا على سيف از. طيب في سيف از هتختار من هنا ايه الشكل او ايه الصيغه او ايه الامتداد اللي انت بتحفظ بيه، هو الجي بي جي واحد من افضل الامتدادات اللي بنحفظ بيه الصور، بيتفتح على اي حاجه، فلو احنا عملنا جي بي جي وعملناه سيف خلاص هو سيف تو البوم مفيش اي مشكله. اتمنى من الله تكون استفدتوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.